بعد مرور نحو 5 أشهر على إطلاق حكومة السودان مشروع حصر السلاح في يد الدولة، يبدو أن هذا المشروع فشل فشلاً ذريعاً بحسب مراقبين أكدوا أنه لم يحقق أياً من أهدافه المعلنة. وزارة الداخلية في العراق كانت قد أعلنت في كانون الثاني الماضي أنها خصصت موقعاً إلكترونياً وفتحت مئات المراكز لشراء السلاح من العراقيين، إلا أن الإقبال كان وما زال شبه منعدم، كما أن العديد من المراكز لم تشهد شراء قطعة سلاح واحدة. ناشطون عراقيون أكدوا أن هذا المشروع يهدف إلى شراء الأسلحة من المواطنين فقط، وأن العراقيين يستغيثون من السلاح المنفلت بيد العصابات والميليشيات التي تستعرضه بعد كل أزمة سياسية وتهدد به الناشطين والصحفيين، وهي ميليشيات أصبحت سلطتها فوق سلطة الدولة بسبب سلاحها ونفوذها. لعل أكثر ما يثير السخرية في أوساط العراقيين من القانون الجديد هو التساؤل عن إمكانية بيع هذه الميليشيات سلاحها، وهو الذي جلب لها النفوذ والسلطة ويدر عليها ملايين الدولارات من خلال الابتزاز والجريمة المنظمة والمتاجرة بالمخدرات، مؤكدين أنه لا يمكن سوى لسلطة القانون والقوة أن تسحب هذه الأسلحة من يدها. أكثر من 15 مليون قطعة سلاح خارج يد الدولة، وتتنوع بين خفيفة وثقيلة ومتوسطة، معظمها بيد الميليشيات التي أنتجتها حكومات ما بعد الاحتلال الأمريكي. حكومات لطالما وعدت بسحب السلاح المنفلت دون أي جدوى، كان آخرها وعود السودان خلال برنامجه الانتخابي الذي لم يتحقق منه أي شيء على أرض الواقع.